صباح الخير واهلا بكل مشاهدينا اللي بينضموا الينا وبيتابعونا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا هند. طبعا احنا على مدى الاسبوع بنحتفل مع بعض بذكرى طبعا حرب اكتوبر المجيده والانتصارات المصريه اللي كانت طبعا عبره للعالم كله، قوه مصر العسكريه والدبلوماسيه وطبعا الذكاء الخططي للقياده المصريه والعساكر والضباط في كل الاوقات يعني. طبعا انا بصراحه بعتبر شهر اكتوبر ده شهر البطوله وشهر القدوه وشهر النماذج اللي احنا نقدر ان احنا نحتذي بيها. في 73 كان في نماذج كتيره جدا مشرفه من القوات المسلحه، بطولات يعني البعض نعرف عنها والبعض الاخر ما نعرفش عنها. كل سنه بيطلع جديد، كل سنه بنكتشف بطولات جديده، كل سنه بنتعلم دروس جديده، وده طبعا يدينا دافع من القوة والعزيمة والإصرار على إن احنا نحقق تنمية في بلدنا حتى في أحلك الظروف. 73 يمكن الأوضاع ما كانتش على أكمل وجه، ويمكن القوة العسكرية المضادة أو العدو كان يعني ممكن استعداداته أكبر مننا بكتير، ولكن بقوة وإرادة المصريين وزي ما ياسر قال بذكاء الخطط العسكرية والاستعداد وكمان العمل الدؤوب من 67 لغاية 63 قدرنا إن احنا نحقق، لغاية 73 عفوا، قدرنا إن احنا نحقق نصر يعني أذهل العالم كله بقوتنا العسكرية حتى بإمكانياتنا المحدودة، ولكن قوة وعزم وذكاء المصريين وقدرتهم على العطاء وحبهم لبلدهم وانتمائهم لبلدهم وروح التضحية اللي كانت فيهم حققت لنا النصر اللي بنتكلم عليه بعد 43 سنة، وهنستمر نتكلم عليه لأنه هو ده النصر اللي حققناه في تاريخنا الحالي. والنهارده هيكون معانا ان شاء الله ضيوف من ابطال مصر في حرب اكتوبر، هنتكلم عن ذكرياتهم، عن اللي اتعلمناه اللي اتعلموه هم وقتها واللي ممكن نتعلمه احنا منهم ومن خبرتهم في الانتصار العظيم في 73. طبعا هيكون معانا سياده اللواء محمود منصور قائد سريه صعقه اثناء حرب اكتوبر المجيده، وهيكون معانا ايضا سياده اللواء ناجي شهود مستشار باكاديميه ناصر العسكريه. نطلع لفاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر.